صباح الخير يا سنة تانية. النهاردة هنستكمل إن شاء الله محاضراتنا عن البطالمة أو المكافأة البطلمية. هنتكلم على بطالمي the fifth Epiphanes ruled from 204 to 180 BC. بعد موت والده بطلميوس الرابع في 204 قبل الميلاد، الحقيقة حصل اجتماع يعني يعتبر مجلس عسكري في اسكندرية لمناقشة الأمر لسببين. أول حاجة لأن في طبعا اتنين احنا اتكلمنا عليهم قبل كده كانوا مسيطرين على بطلميوس الرابع وكانوا شخصيات قوية جدا، اللي هو سوسيبيوس وأغاثالوكيس. السبب الثاني ان بعد موت بطلميوس الرابع الحقيقة الخليفة بتاعه على عرش مصر كان يعتبر طفل، كان أقل من 7 سنين أو يدوبك 7 سنين، فطبعا كان الموضوع غريب شوية. فعشان كده هم اجتمعوا وفرضوا نفسهم أوصياء أغاثالوكيس وسوسيبيوس على عرش البلاد. والحقيقة يقال إن في يعني كونسبيرسي أو مأكيدة حصلت لقتل الملكة اللي هي زوجة بطلميوس الرابع وأم بطلميوس الخامس أو والدة بطلميوس الخامس، لينفرد كل من سوسيبيس وأغاثالوكيس بحكم مصر. بطلمي the fourth died in 204 BC. A great military council was held in Alexandria عقد في اسكندرية and the royal child Ptolemy the fifth who was less than 7 years old was announced as a king. Sosipius and Agathalocles were regarded as the guardians of the king. A conspiracy, Makeda, was made by both Sosipius and Agathalocles to kill Arsinoe the third, Arsinoe the delta, the half-sister and also wife of Ptolemy the fourth. She was replaced by Agathalocles. زي ما قلنا قبل كده ان Agathalocles اللي هو يعتبر the childhood friend of Ptolemy the fourth كان صديقه منذ الطفولة، كان يعني اخته اللي هي Agathalocles بتتقرب للملك واصبحت شبه يعني زي وصيفة او خليلة للملك البطلمي اللي هو بطلميوس الرابع. وبعد قتل أرسينوي الثالثة خلوا Agathalocles هي التي تشرف على رعاية الملك البطلمي بطلميوس الخامس. She was replaced by Agathalocles sister of Agathalocles and the mistress of Ptolemy the fourth, the young king اللي هو Ptolemy the fifth was placed under the supervision تحت إشراف، تم تربيته تحت إشراف Agathalocles. معنى كده ان احنا بعد هذا المجلس العسكري اصبح عندنا اتنين من الاوصياء على العرش او اوصياء على الملك البطلمي بطلميوس الخامس، سوسيبيوس اللي احنا قلنا عليه one of the most important characters in the Ptolemaic court during the reign of Ptolemy the fourth and Ptolemy the fifth، احد اهم الشخصيات اللي كانت موجودة في البلاط البطلمي، and also Agathalocles. And Agathalocles as we said before he was a childhood friend of Ptolemy the fourth كان صديقه منذ الطفولة. الحقيقة سوسيبيوس مات وأصبح أغاثالوكيس هو المتولي الوصاية، وكان مكروه جدا من السكندريين وأهل مصر نتيجة حبهم الشديد لأرسينوي الثالثة. Though Agathalocles was the only guardian after the death of Sosibius and he was really hated by the Alexandrians. Why was he really hated by the Alexandrians? Because they loved Arsinoe the third and they accused him of killing their beloved queen. In 203 BC the Macedonian troops الجيش المقدوني او الحمية المقدونية بقيادة تليبوليمس called Agathalocles expelled Agathalocles. تليبوليمس قدر ان هو يعني يطرد Agathalocles هو واسرته Agathalocles واسرته، وتم قتلهم بوحشية. يقال ان هم تم اقتيادهم الى ستاديوم بتاع اسكندرية وتم قتلهم هناك بوحشية انتقاما على ان هو تبر قتل الملكة. In 203 BC, the Macedonian troops led by Tlepolemus expelled Agathalocles and his family. All of them were taken to the stadium of Alexandria and were brutally killed there. تم قتلهم بوحشية. So, the guardians of the king became مين بقى؟ Tlepolemus اللي هو الجارديان اللي قتل Agathalocles، وواحد تاني اللي هو Sosipius. هل هو Sosipius اللي مات؟ لا، ابنه Sosipius son of Sosipius was the guardian. معنى كده ان لغاية دلوقتي انا عندي كم وصي على العرش؟ 4: Sosipius, Agathalocles, Tlepolemus, Sosipius son of Sosipius. يبقى بعد موت سوسيبيوس وبعد قتل أغاثالوكيس جه جارديان أوصياء
اللي هو سوسيبيس son of سوسيبيس and تيليبوليمس. الاكسترنال بوليسي الحقيقة أجاثا لوكيس في فترة وصايته على العرش كان بيحاول يتحين الفرصة لإرسال بعثات دبلوماسية بقيادة عدد من الشخصيات المهمة في البلاط البطلمي، وده كان لسبب مهم جدا إن هو عايز يستبعدهم من وجودهم في مصر علشان يقدر يسيطر هو على مقاليد الأمور وتصبح مقاليد الأمور كلها في إيده. فعلى سبيل المثال أجاثا لوكيس wanted to exile، يعني exile ينفي أو يستبعد the important characters who would threat his position، الممكن يهددوا البوزيشن بتاعه. أجاثا لوكيس sent Palbus who was the strategist of Cyprus، كان هو الحاكم أبروس، to negotiate with Antioch the third in Asia Minor. طبعا هو أرسل واحد اسمه بالبس، وبالبس ده كان حاكم أبروس التي كانت تقع تحت الحكم البطلمي، وإن هو يتفاوض مع أنتيوخوس الثالث الملك بتاع سوريا، نتيجة إن ملك سوريا أنتيوخوس الثالث كان بيتحين طبعا الفرصة ضعف المملكة البطلمية وقدر يتوسع بشكل كبير جدا. طبعا أنتيوخوس الثالث رفض الكلام ده وكمل توسعته. يبقى أجاثا لوكيس sent Palbus who was the strategist of Cyprus قبرص to the Syrian king Antioch the third in Asia Minor to prevent his expansion، but Antioch the third wasn't interested in these negotiations and continued in expanding his territories، كمل طبعا توسعاته. On the other side Agatha Lucas sent a person called Ptolemy son of Cecibius، أرسل ابن تاني لسوسيبيس اللي هو بطلميوس ابن سوسيبيس، أرسله للملك المقدوني أو الملك اليوناني فيليب الخامس لعمل حلف أو تحالف ما بين بطلميوس الخامس وفيليب الخامس، ده اللي كان بيطمع إليه أجاثا لوكيس. والحقيقة حصل عقد سري أو اتفاق سري ما بين الطرفين دول اللي هو فيليب الخامس وبطلميوس ابن سوسيبيس، إن هم ينقلبوا على الملك البطلمي وإن هم يحاولوا يسيطروا بشكل ما على الممتلكات البطلمية أو الإمارات البطلمية خارج مصر، وإن هم يوزعوها ما بينهم. يعني كثير من المصادر حكت إن حصل يعني اتفاق سري ما بين بطلميوس ابن سوسيبيوس وفيليب الخامس. أجاثا لوكيس sent Ptolemy son of Cecibius to Philip the fifth who was the new Macedonian king to settle an union، لعمل حلف. الأصل إن هم كانوا عايزين يعملوا حلف ما بين Ptolemy the fifth and Philip the fifth. However, it was said that Ptolemy, son of Cecibius, made a secret deal. عمل اتفاق سري. He made a secret deal with Philip the Fifth in order to control over the Ptolemaic estates outside Egypt. The final guardian, الوصي الأخير, was called Aristomenes in 201 BC. An earlier follower of Agatha Lucas named Aristomenes was able to make a place or to be the guardian of the king. The fate of Tlepolemus is unknown. الحقيقة Aristomenes هو الوصي الأخير على عرش الملك بطلميوس الخامس، وبسببه يعني تم الحفاظ على المملكة البطلمية، كان له دور كبير جدا بعد كده. هو كان أحد الأتباع لأجاثا لوكيس في الأول وقدر يسيطر على الوصايا. معنى كده إن احنا كان عندنا كام وصي على عرش الملك بطلميوس الخامس؟ 5 بالضبط كده، أول سوسيبيوس، أجاثا لوكيس، تيليبوليمس، سوسيبيوس son of Cecibius، and finally أريستومينيس. يعني هندخل في السياسة الخارجية. طبعا مع ضعف الملك البطلمي في هذه الفترة وانه كان لسه طفل صغير، أنتيوخوس الثالث انتهز الفرصة وبدأ يتوسع وقدر ان هو يسيطر على دمشق، ويقدر هو يسيطر على اجزاء كبيرة من الممتلكات البطلمية في فلسطين، وقدر كمان ان هو يغزو غزة اللي كانت تقع تحت امرة الملك البطلمي. وللأسف لما تليبوليمس كان في الفترة دي الوصي على العرش سمع الكلام دوت وسمع الأخبار ديت، هو ما كانش فيه قوة طبعا عسكرية واضحة ومعالم واضحة للسياسة في مصر، استغاث بمين بقى؟ استغاث بروما. وده معناه ايه؟ ان روما هتبدأ تظهر كقوة صاعدة على مسرح العالم السياسي في هذه الفترة وقدرت تسيطر. وتليبوليمس طلب يعني المساعدة من قبل الرومان.
in 202 BC, Antiochus marched southwards, اتجه جنوبا, and conquered Damascus, قدر ان هو يسيطر على دمسقس. Tlepolemus, the new regent with Ptolemy, heard this news. He asked the assistance of Rome. Antiochus III could conquer, يعني قدر يستولي on large parts of Palestine and captured Gaza. Ptolemaeus, the Ptolemaic governor of Phoenicia and Cilicia, betrayed. يعني إيه betrayed؟ يعني خان. Betrayed Ptolemy the Fifth and took the side of Antiochus the Third. حاكم منطقة سيليسيريا وفينيقيا خان بطلميوس الخامس وخد صف أنتيوخس الثالث. وما أشبه الليلة بالبارحة, نفس القصة تكرر اللي كانت موجودة في عصر والده بطلميوس الرابع اللي خانه حاكم سيليسيريا في الفترة دي اللي هو ثيودوتس, برضو خانه وعمل اتفاقية وسلم سيليسيريا للملك السوري. نفس القصة تكررت تاني في عصر بطلميوس الخامس وعملها بوتولومايوس اللي هو كان الحاكم بتاع سيليسيريا وفينيقيا. The Seleucid rewarded him by making him the strategus of Cilicia and Phoenicia. الحقيقة أنتيوخوس الثالث كافئ هذا الرجل وأبقى على وظيفته كحاكم لسيليسيريا وفينيشيا أو الفينيقيا. In 201 or 200 BC, the Ptolemaic general Scopas, كان في قائد روح بطلمي يعني على درجة إلى حد ما من الكفاءة, قدر إن هو يستعيد عدد من الممتلكات البطلمية في منطقة فلسطين, لكنه انهزم هزيمة كبيرة ما قدام أنتيوخس في معركة اسمها معركة بانيون, وبانيون دي تقع بالقرب من دمشق. في النهاية هو للأسف تقهقر إلى منطقة صيدون أو صيدا وتم حصاره هناك من قبل جيش أنتيوخس الثالث, وفي النهاية سكوبس رجع مصر. In 201 and 200 BC, the Ptolemaic general Scopas could take back the Ptolemaic territories in Palestine. However, Scopas and his troops were defeated, تم هزيمتهم, in the Battle of Panion, and Panion is nearby Damascus. Scopas withdrew, تم إن هو انسحب, to Sidon, where he was besieged by the Seleucid army, للأسف تم حصاره هناك, and had to go back to Egypt. آدي دمشق اللي سيطر عليها أنتيوخوس الثالث, معركة بانيون آلي اللي هي انهزم فيها سكوبس, وفي النهاية تقهقر لسيدون وتم حصاره. He was besieged there by the Seleucid army and finally he went back to Egypt. روما القوة الصاعدة حست ان هي على الجانب الآخر من اللي بيهددها, اللي بيهددها الملك المقدوني فيليب الخامس, وبالتالي هي فكرت ان هي لازم تعمل حلف او تحالف مع كل من الملك البطلمي والملك السلجوقي, يعني ما بين كل من أنتيوخوس الثالث وبطلميوس الخامس. روم, the new rising power, was threatened by the Macedonian king Philip the Fifth. كانت ايه بتهدد من قبل الملك فيليب الخامس. روم aimed, كانت بتسعى, to make a coalition. يعني ايه coalition؟ يعني اتحاد او تحالف with both of Antiochus the Third and Ptolemy the Fifth against Philip the Fifth. In 200 BC, Rome sent three men as diplomatic envoys to the east. يعني ايه diplomatic envoys؟ بعثة دبلوماسية, سفراء دبلوماسيين إلى منطقة الشرق. اتكلمت مع أنتيوخس أو يعني قابلت أنتيوخس كده في زيارة ودية, وتم تكرار الأمر مع الملك أو البطلمي أو البلاط البطلمي, وكانت زيارة ودية سلمية لتدعيم العلاقات علشان بعد كده يطلبوا منهم التحالف معهم ضد الملك فيليب الخامس. In 200 BC, Rome sent three men as diplomatic envoys, سفراء دبلوماسيين, to the east. Antiochus the Third showed his friendship to the Roman envoys, أظهر لهم التودد والصداقة. After that diplomatic embassy went to Alexandria in a peaceful visit, برضو راحوا في اسكندرية في زيارة سلمية وودية. 198 Antiochus got completely capture Cilicia, قدر ان هو يعني يوقع Cilicia في ايديه. In 198 and 197 BC, Antiochus set a campaign to Asia Minor where he could capture many Ptolemaic possessions, mainly Cilicia, Pamphylia and Lycia. بعد ما تم سيطرته او
استكمل سيطرته على منطقة سيليسيريا، هو اتجه بعد كده للحصول على ممتلكات البطلمية على طول بحر إيجا اللي هي في منطقة إيشيا ماينر، وفعلا قدر يستولي على 3 مقاطعات مهمة اللي هي ليتشيا، بامفيليا، أنسيلسيا. يعني بدل ما خلص على سيليسيريا وأحكم قبضته عليها، توجه أنتيوخوس الثالث بقواته وسيطر على سيلسيا، بامفيليا، ليتشيا. 3 مناطق دول سيطر عليهم أنتيوخوس بالإضافة لسيطرته على منطقة سيليسيريا. In 196 بعد ب4 سنين من البعثة الدبلوماسية الأولى، أوفدت روما بعثة دبلوماسية أخرى مكونة يقال من 10 أفراد لأنتيوخس بالذات. ركزوا المرة دي على أنتيوخس، لأن أنتيوخس هو اللي كان الحصان الفائز، الرمح الفائز في إيه، المهر الفائز في هذا السباق، بالإضافة قدام بطلميوس الخامس اللي كان مازال طفل لا حول له ولا قوة. روما الحقيقة طلبت من أنتيوخس الثالث طلبين، ان هي يعني ما تجيش جنب الولايات اليونانية في ناحية بلاد اليونان، وان هي تنسحب من الاقطاعات البطلمية على طول بحر إيجا في منطقة إيشيا ماينر. روم negotiated that Antiochus should not invade the Greek states، مش يعني ان هو مش لازم ان هو يغزو الولايات اليونانية، and leave them peacefully. The Roman mission، البعثة الرومانية طلبت ايه تاني؟ From Antiochus to leave the Ptolemaic territories، المقاطعات البطلمية in Asia Minor. الحقيقة أنتيوخوس الثالث طبعا رفض، بس رفض بشكل كده دبلوماسي، وقال لهم انا ما عنديش مشكلة مع بطلميوس الخامس، وهنشوف ازاي كان رده. معنى كده ايه؟ معنى كده ان روما في عصر بطلميوس الخامس ارسلت وفدين دبلوماسيين، واحد منهم في سنة 200 قبل الميلاد، and it consisted of 3 envoys to both Antiochus the third and also Ptolemy the fifth, and it was peacefully and friendly welcomed from both sides. The second one after 4 years، بعد 4 سنين، وروم sent another diplomatic mission of 10 envoys، من 10 سفراء to Antiochus the third. زي ما قلنا ان أنتيوخوس الثالث لرد كده رفض بلباقة. He said he confirmed his peaceful relations with Ptolemy the fifth، قال ان هو علاقته ببطلمي the fifth ممتازة وجيدة، وان هيحصل نسب قريب جدا وزواج سياسي قريب جدا بين المملكتين. أنتيوخوس declared اعلن that a marriage bond was about to be held between the Ptolemaic at the Seleucid court. In 194 BC a false rumor، إشاعة خاطئة انتشرت ان بطلميوس الخامس مات. طبعا أنتيوخوس الثالث ما صدق وجهز عدته وراح لجزيرة قبرص اللي كانت ساعتها تحت امرة الجيش البطلمي او المملكة البطلمية، لكن انه وفي النهاية وكان بيخطط بعد كده ان هو يدخل مصر، لكن للأسف مشروعه لم يكتمل نتيجة وجود عاصفة شديدة جدا في عرض البحر. He reached the rumor, as we said before, reached Antiochus the third. He set sail to capture the island of Cyprus. He set sail يعني أبحر، to capture يعني يسيطر on the island of Cyprus. But he failed، طبعا هو ما نفعش أو فشل، because of a stormy sea، نتيجة وجود عاصفة شديدة جدا في عرض البحر. Aristomenes, who became the new regent، زي ما قلنا كان الوصي الجديد، with King Ptolemy the fifth، tried to make peaceful tied or bond or solution between the Ptolemaic side and the Seleucid side through diplomatic means. كان بيحاول، هو شايف طبعا ان الحرب غير متكافئة وهتؤدي في النهاية لانهيار المملكة البطلمية، فحاول ان هو يوصل بطريقة دبلوماسية، وعلشان كده he arranged a marriage between Ptolemy the fifth Epiphanes and the daughter of Antiochus the third would be later Cleopatra the fourth the first in 195 BC. هو رتب للزواج ما بين بطلميوس الخامس وابنة أنتيوخس الثالث اللي هي تسمى بعد كده في الوثائق بكليوباترا الأولى. ده كانت السياسة الخارجية. بالنسبة للسياسة الداخلية لبطلميوس الخامس، تتوقف في 3 محطات مهمة، أولها تتويج وزواج الملك البطلمي، تاني حاجة مرسوم ممفيس في سنة 196 قبل الميلاد، وفي الآخر لازم نشير إلى الثورات والقلائل التي حدثت في عصر بطلميوس الخامس في منطقة إقليم ثيبايد اللي هو إقليم طيبة في جنوب مصر. طيب هنتكلم عن يبقى 3 important or major events happened during the reign of Ptolemy the fifth inside Egypt: the coronation and the wedding of the king, the decree of Memphis in 196 BC, and finally the uprisings or the revolutions in Thebaid in Upper Egypt.
The coronation hour, the wedding of the king. الحريه أرستومينس الشخص العاقل اللي كان عنده بعد نظر قدر يفهم ان احنا لازم نعمل اعادة تتويج للملك او تتويج للملك في هذه الفترة علشان يوطد يحسن صورته كنوع من انواع الدعاية السياسية للملك صغير السن العديم الخبرة وان هو يؤكد ان هو قادر يسيطر على عرش البلاد. وعلشان كده فعلا تم التتويج ده وكان طبعا لغرض سياسي وأرستومينس عمل او حضر لعملية التتويج الملك في معبد بتاعه في ممفيس ولقب بطلميوس في هذه الفترة باسم أبيفانس بمعنى المجيد المبجل القوي وهكذا. The leading and experienced man, الشخص الحكيم والمخضرم in the Ptolemaic court, Aristomenes tried to restore the power of the king, حاول إعادة بعث القوة في المملكة البطلمية. Therefore he arranged the coronation, تتويج, the coronation of Ptolemy the Fifth, who was only 13 years old, by the priests of Ptah at Memphis. This coronation happened in the 26th of March in 196 BC. Ptolemy was titled Epiphanes, لقب بإبيفانس, which means the glorious one, المجيد المبجل. In 194 or 193, a great wedding of Ptolemy the Fifth, زي ما قلنا حصل الزواج ما بين بطليموس الخامس and Cleopatra, the daughter of Antiochus the Third, was celebrated. Where it was celebrated? In Raphia, في منطقة رفح. طيب, the Ptolemaic king, الملك البطلمي, was only 16 years old and Cleopatra was only 10 years old. تاني حاجة حصلت مهمة جدا ذكري زي ما قلنا ان أرستومينس حاول ان هو يعيد تحسين صورة الملك البطلمي وبث صورة قوية عن هذا الملك الصغير السن في اذهان المصريين. وعلشان كده حاول ان هو يبقى على علاقة طيبة بالكهنة اللي اصدره مرسوم اسمه مرسوم ممفيس مكتوب بلغتين, اللغة اليونانية واللغة المصرية القديمة, واتكتب في اللغة المصرية القديمة بخطين اللي هو الخط الهيروغليفي والخط الديموطيقي. الخط الهيروغليفي طبعا اللي هو كان مستخدم بشكل رسمي في المعابد والوثائق الرسمية, والخط الديموطيقي اللي هو يعني يعتبر الخط الشعبي شوية. وتم حفر هذا المرسوم الكبير الضخم على حجر كبير من البازلت الأسود في سنة ألف, يعني في فترة الحملة الفرنسية تم اكتشاف هذا الحجر وهنتكلم عن النقطة دي. Ptolemy the Fifth tried to keep good relations with the Egyptian priests, هو حاول يحافظ على علاقة طيبة بالكهنة. وإشت أدكري أصدروا مرسوم إشت أدكري أصدروا مرسوم in Memphis in 196 BC. In this decree, في هذا المرسوم, the priests showed their gratitude, يعني showed their gratitude, أصدروا امتنانهم وولائهم للملك البطلمي to Ptolemy the Fifth. The decree was written in hieroglyphic, demotic and Greek and carved on a large piece of black basalt. طبعا تم اكتشاف هذا الحجر في عهد الحملة الفرنسية سنة 1799 بالقرب من مدينة رشيد حاليا, ولذلك سمي هذا الحجر بحجر رشيد. طبعا بمجهودات العالم الفرنسي شامبليون قدرنا نفك رموز اللغة المصرية القديمة, وده كان حجر الأساس للانطلاق لترجمة الكثير والكثير من النصوص والأدب المصري القديم ونصوص المعابد والمقابر وهكذا. The decree was discovered, تم اكتشافه, in 1799 by the French mission of Egypt near Rosette. What is Rosette? Rosette is Rashid now, منطقة رشيد, and therefore it's named Rosette Stone. The French scholar Champollion could transliterate, قدر يترجم the Greek and the Egyptian text on the stone. This transliteration was the beginning, كانت البداية of transliterating the ancient Egyptian language texts. وده شكل حجر رشيد, هو موجود حاليا بالمتحف البريطاني. آخر حاجة حصلت في عصر بطليموس الخامس, the Thebaid region faced many strong uprisings, الحقيقة حصل فيها كتير جدا من الثورات التي تم قمعها ولكن بصعوبة شديدة جدا. The Thebaid region faced many strong uprisings and revolutions during the reign of Ptolemy the Fifth, Epiphanes. The Ptolemaic court could suppress, يعني suppress, يقمع أو يقضي على هذه الثورات ولكن بصعوبة شديدة. في سنة 1886 سنة 186 قبل الميلاد, كليوباترا الأولى زوجة بطليموس الخامس يعني خلفت من بطليموس الخامس ثلاثة أولاد
هم هيصبحوا بعد كده بطليموس السادس، بطليموس الثامن، وكليوباترا الثانية. وسنة 180 الملك مات وهو في سن صغير، زي أبوه بالضبط ما مات وسابه وهو عنده 6 أو 7 سنين، هو برضو مات وساب أكبر أبنائه عنده 7 سنين. في هذه الفترة كانت زوجته كليوباترا الأولى عندها 24 سنة، وكان عندها أطفال أكبرهم عنده 7 سنين. In 198-86 كليوباترا gave birth to her eldest son would be Ptolemy the fifth, the sixth Philometor, and another son would Ptolemy the eighth, Eurygetes the second, and Cleopatra the second. خلاص. In 180 the king died at the age of 30. مات صغير وهو عنده 30 سنة، ومراته في هذه الفترة كانت 24 سنة. During that time she was only 24 years old and her eldest son was only 7 years old. أصبحت هي ملكة شابة وعندها 3 أطفال، أكبرهم هو الملك بطليموس السادس اللي عنده مجرد 6 أو 7 سنين. وبالتالي كده انتهى عصر بطليموس الخامس من فترة الدولة البطلمية.